ومرحبا فيكم فيديو جديد من قناة ببلاد الرؤى. اليوم عندنا نزال بين بلاد متشابهة من الأجيال المختلفة. عندنا بلبل المذنبات النارية من المعركة الحديدية الفور دي، من تحت هو الأفضل بالقدرة على الاحتمال. وعندنا بلبل خفاش النار، وبرضه بيشبهه من ناحية قدرة على الاحتمال، لأنه طبعا ماسك بإيد واحدة ف عشان هيك ماسك الإضاءة باليد الثانية. اللي مش مشترك بالقناة بسرعة ينزل يشترك بسرعة، ايش بيستنى؟ اضغط لايك، اضغط سبسكرايب على الزر الأحمر، سبسكرايب أو اشتراك، سبسكرايب أو اشتراك بسرعة، حط لايك على السريع. خلينا نوصل هذا الفيديو 200 لايك بأسرع وقت، وضيفونا على سناب شات وانستغرام بصندوق الوصف، ويلا نبلش. وأكيد قبل ما نبلش، البلابل هاي غير عادل إن ننزلها ضد بعض، لأنه كل واحد من جيل، والحديد أقوى وأثقل، كل واحد إله زي تكنيك طريقة بالفوز، بس حنازلهم مشانكم. ويلا نبلش. اوكي، راح نحسب كل جولة خفاش النار، راح اطلعه مرتين مشان اكيد حيخسر، ف راح اطلعه مرتين نشوف اذا بيقدر يفوز. اوكي، المرة الأولى خسر، المرة الثانية على فكرة كان على وشك انه يعمله بيرست، هي الانفجار أو التفكك، هي تبعت الإضاءة، ف لأن الإضاءة لما تكون الإضاءة ضعيفة جودة الفيديو كتير بتكون زبالة، ف بضطر أحط إضاءة ومش عارف كيف أحط ضوء. اوكي، إذا الفايز الجولة الأولى هو المذنب الناري. اوكي، اوف مش عارف طلع. يا الله، فيديوهاتي مش احترافية كثير، بس يعني اوكي. المرة الثانية اظن حصير في باس، في خطارة قوية. برضو الفايز راح اطلعه كمان مرة اشوف بلحق، اكيد لا، بس يعني اوه اوكي طياره، بس اكيد يعني 3 مرات طلعناه مش فوز. اوكي، الجولة الاخيرة اوكي او خبطة قوية بالبلاستيك اجت. والفائز اكيد مذنباتنا، او لا ممكن لا طبعا. المذنبات النارية رح طلع اخر مرة بسرعة، اي بطل راكب. طبعا بتمنى انكم تشتركوا بالقناة بسرعة، مو مشترك وحط لايك 200 لايك اسرع وقت، انشر الفيديو لاصحابكم اللي بحبوا البي بلاد، وضيفونا على سناب شات وانستغرام بصندوق الوصف، وراح افرجيكم هلا. وهي البلبلين من تحت زي ما شايفين متشابهين نوعا ما، اكيد المعركه الحديديه اقوى، بس هذا كلها متحركه، بس هون شوي المنتصف تبعها ثابت، بس انه نوعا ما حاولوا يعملوا نفس الفكره ونوعا ما كانوا موفقين. و بشوفكم بالفيديو الجاي، بسرعة حط لايك واشتركوا بالقناة، ضيفونا على سناب شات انستغرام بصندوق الوصف، وشوفوا الفيديوهات التانية بتطلع بعلامة التعجب الاي اللي هون واللي هون، أو تحت افتحوا القناة بتشوفوا فيديوهات حلوة مثلكم، ويلا بشوفكم.